السلام عليكم، كيف حالكم؟ زي ما انتم شايفين ليج اوف ليجندز لعبناها كثير، فالان هذا المقطع راح اوريكم كيف عجبتني اللعبه على المدى الطويل وايش رايي فيها، يعني من الاخر الملخص حق اخر شهرين لما بديت من الصفر والعب ذي اللعبه ما اعرف شيء مع المدرب الى دحين وضعي، وبعد ما عرفت وفهمت ايش وضع اللعبه برضو عندي لقطات جامده صراحه بجينكس لعبت فيها، يعني لعب مره كويس. البطوله اللي دخلت هذه ذا جرايند صراحه اشكرهم جميعا من اولهم لاخرهم لانه خلوني اتعرف على ذي اللعبه الجميله. انا في البدايه كنت اشوفها في المقاهي واقول يا اخي ايش ذي اللعبه كذا من فوق التصوير، يعني استراتيجي كيف راح يلعبوها ما اعرف شيء عنها. فمن 2009 ما كنت يعني اطالع فيها صراحه، كنت اشوفها في المقاهي وخلاص، لكن شكرا للبطوله هذه قد سيرفر الشرق الاوسط في ليج اوف ليجندز ذا جرايند لانه عرفوني على اللعبه من الصفر مع مدرب، عرفني ايش الاساسيات ايش الوضع كيف اسوي. شفت المقاطع القديمه والبثوث اللي صارت، ما قدرت افوز لكن جبت المركز الخامس من اصل 6 مشاركين، فعادي انا مبسوط كواحد جديد ماني متخصص في العاب الموبا، العب شوتر كثير، فهذه كانت تجربه مره ممتعه، حتى اني ودي اكررها والعب الحين ذي اللعبه مره كثير صراحه، صرت مدمن اللعبه حتى الحين بعد ما انتهت البطوله صرت العب جيم في اليوم كذا استمتع فيه، في لها جو، عرفت سبب الادمان عليها، يعني انصحك انك تتعلمها مع شخص لانه هو اللي راح يفرق في الموضوع. فيها تفاصيل كثير اللعبه، استراتيجيات كثير، كل فتره تتحدث ترى يقوي الشخصيات يضعفوها، كل فتره 6 شهور 3 شهور سنه تلقى الوضع دائما محدث في اللعبه هذه ما تلقاها ثابته، فهذا اللي يعطيها جو برضو. واكثر شيء مره عجبني في اللعبه بكل صراحه ومتاكد راح تتفقوا معي كل حقين لول، انه اللعبه هذه في اي لحظه ممكن يقلب الجيم، يعني كذا مرة انا حسبت اني خسران وقاعد اسوي سرندر اضغط زر الاستسلام انه خلاص خلونا ننهي الجيم بكل بساطة، نطور الليفل نطور التنين ناخذ من هنا مدري ذهب يزيد نشتري كم ايتم، تلقى الجيم اختلف كليا وفزنا. فالجيم يقلب في اللعبة بشكل، فهذا احلى ما فيها، ما راح تعرف مين الشخص الفايز حتى لو الشخصيات اللي ضدك اقوياء، انت ما انت مختار صح ممكن كل شيء ينقلب. فهذه هي متعة اللعبة هنا، انه كل شيء غير متوقع، فانا عجبتني من بالناحية. اتمنى انكم تستمتعوا معايا في ذا المقطع، دحين بوريكم لقطات بجينكس جبت فيها اس بلس خلاص يعني ختمت ذي الشخصية، فشوفوا كيف اللعب وقولوا لي اذا في ملاحظات، برضو اكيد عندي اغلاط انا لسه. واستمتعت مع كل واحد لعب معايا في البثوث اللي فاتت، شكرا لكم كلكم اللي ضفتكم، جدا مبسوط معكم. وبس هذا كل شيء، خليكم مع الجيم بلاي، يعطيكم العافية، شكرا لكم، سلام عليكم. Thank you.
انا امزح ولا لن يفعل.